dato che si è reso, no? Fatto un mistake. Andiamo a essere il fantastico che si è fatto un tablo, che arriva. Un mistake qui, niente di me. Il posto tecno, avete detto qui, se è detto qui, qui, che ha fatto una serie, che ha un mezzo di tecno, mi chiede. Ma la seconda è un tablo, non ho mai fatto a capo di niente di me, non ho il tecno di niente di me. Ma la prima fatica. Allora, non si può fare niente. Se arriva il vostro troppo, non si può fare niente. Se كملنا البسوي بتاعها تبقى طالعه من التستس بتاعها. ماشي؟
بتبقى لفه لحد ما تنزل للسيمينال فيزيكلز خلاص بتخزن فيه او تعمل ستورنج للسيمينال فلويد في البايلاترال كل واحده على حسب الايه؟ السايد بتاعها ادي اليمين وادي الشمال. ماشي؟ بيحصل برودكشن هنا من السيلز اللي موجوده في البيوت دي بيحصل برودكشن ب 50 60 او 65% من السيمينال فلويد في السيمينال فيزيكلز. والبروستين بتطلع من 20 ل 30 زي ما احنا قلنا خلاص والخمسه التانيين او 10 و40 بيجوا من ايه؟ من التستس بتاعها. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ للاناتومي بتاعها واللوكيشن بتاعها. في مشكله كده فيه؟ في مشكله؟ طيب دي النت نوتس خلاص اللي احنا كنا شرحناها وكنا اتكلمنا عليها اللي هي بتتشال مع راديكال اوبريشن. في كذا شكل منها كذا نوع منها. في منها اللي هي البيج بروستاتيك خلاص اللي هو حوالين البروستاتيك جلاند اللي هي النقط الصغيره اللي حوالين البروستاتا نفسها ماشي. في اللي هي الالياك اللي عند الاليم خلاص. في اللي هي السكر بتبقى ورا. وفي الاوبتيوريتور هنا عند الاوبتيوريتور اوبننج او الاوبتيوريتور مبرين خلاص ماشي. وفي اللي هي البيرفكت اللي هي منتشره هنا في الاماكن ايه حوالين او في البيرفكت كافيتي خلاص. دول الاشكال او الانواع بتاعت الليمف نودز اللي موجوده في الهيلث كافيتي او خاصه او ريليتد شويه للايه؟ للبروستيت جلاند. طبعا دي مهمه عشان بتتشال معانا في الايه؟ في الراديكال سيرف. طيب الفانكشنز بتاعتها الوظائف قلنا اثنين اساسيين. اول واحده اللي قلنا ايه؟ يعني سيبريشن لكام؟ من 20 ل 30% من السيمينال فلويد. طيب السيمينال فلويد زي ما اتفقنا برضه اهو بدل 50 ل 65 من الفيزيكالز والخمسه جايه من الايه؟ التستنج. طيب ال 20 30% دول زي ما اتفقنا قلنا عليهم بيبقوا ايه؟ ريتش ان بروتين امينو اسيدز زينك انزايمز خلاص فيلك اسيد الحاجات دي كلها بتبقى غنيه او موجوده بكثره او موجوده بكميات كبيره في السمنه في الدم. ايه اهميتها بقى؟ نورشمنت سبيرز خلاص دي اول حاجه تمام. الحاجه الثانيه الانزيمز الموجوده فيها خلاص كل واحد في كذا نوع من الانزيم وكل واحد ليه وظيفه خلاص. في منهم نوعين اساسيين مهمين بالنسبه لنا اللي هم بروستيت سبيسيفيك انتيجين انزيم ده مسؤول عن بيعمل ليكوفيكيشن للسيمينال فلويد بيقلل الفيسكوستي بتاعه بيقلل اللزوجه بتاعه فبيخليه زي الليكويد سايل فسهل ان هو يتحرك الحركه بتاعته بتبقى سهله فيعمل ترانسبورتيشن للسيمنز خلاص او السبيرمز لمسافات اطول حتى بيحصل فلتريشن ماشي. دي وظيفه يبقى اول وظيفه اللي هي الايه؟ من 20 30% من السيمنال فلويد اهميتها اول حاجه ان هي بتعمل ايه؟ نورشمنت خلاص للسبيرمز. ثاني حاجه الانزيم بتعمل ليكوفيكيشن فبتسهل الترانسبورتيشن بتاعها خلاص التنقل والحركه بتاعتها ماشي. تاني حاجة آخر حاجة إيه؟ الإنزيم التالت الإنزيم التاني فايت ألفا ريدكتيز. في إنزيم اسمه فايت ألفا ريدكتيز الإنزيم ده مهم جدا خلاص. ليه؟ ده اللي بيعتمد عليه تقريبا الريبرودكشن سيستم كله أو الجينتكس بتاعت الميل كلها إن هو بيحول تستوستيرون هرمون من الإن أكتف فورم بتاعته للأكتف فورم اللي هي الدي هايدرو تستوستيرون خلاص. هو المسؤول عن التحويل ده. لو ما حولهاش مهما كانت التستوستيرون عاليه ولا قليله مش بتفرق معاه. اللي يهمني اللي هو الاكتف فورم. اه نسبته عاليه بس مش اكتف فمش هيشتغل باي وظيفه مش هيعمل اي حاجه. خلاص؟ اما لو هي حتى لو نسبه قليله بس اكتف هيبقى في ريزلت فيه هيشتغل بالفانكشن بتاعته. فعشان يشتغل لازم يحصل له ترانسفورميشن بين الهاي التستوستيرون العادي للدي هايدرو تستوستيرون. طيب من ضمن الحاجات ايه؟ اهميتها او وظايفه مسؤول عن الديفلوبمنت خلاص بتاع الجينتا سيستم كله ماشي؟ تاني حاجه مسؤول عن السيكشوال ديفرنسز بين الميل وبين الفيميل اللي هي الشعر بتاع الشام مش عارف ايه اللي هي الحاجات التفريقيه الجنسيه بين الراجل وبين الست في الشكل وفي اللون. خلاص مسؤول عنها دي هايدرو تستوستيرون ماشي؟ الديفلوبمنت بتاع البروستيتيك جلاند نفسها مسؤول عنه دي هايدرو خلاص ماشي. ده بالنسبه لايه؟ لاول فانكشن عندنا. الثانيه
يورجن ايجاكوليشن خلاص تشتغل كايه سيفنك قسم فال ليه احنا قلنا في الصوره ثاني هي حوالين اليوريثرا السيرف اليمين لليوريثرا خلينا دي اقطع شويه ادي اليوريثرا في النص هنا اهو خلاص وهي لفه حوالين فلما يحصل فيها كونتراكشن بيحصل ايه تقفل وتحفظ اليوريثرا فعمل زي صمام رباط رباط فمش هيعدي الجوين من الجلدر فوق خلاص ويدخل اليوريثرا عشان ما يحصلش ميكسنج بينه وبين السيمينال ليفل خلاص طيب الكونتراكشن بتاعها ده بيعمل سكويزنج ليها بتتعصب هي كونتراكت فتعصب خلاص فتعمل سكويزنج لكل السيمينال فلويد اللي هم 20-30% اللي موجودين فيها يخشوا في اليوريثرا عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي البروستيت ده اللي موجوده خلاص هنا ماشي دي اللي بتخش منها السكريشن خلاص او السيمينال فلويد النسبه بتاعت البروستيت عشان ميكسد بعد كده اللي جاي من الايه سيمينال فيزيكال خلاص بيحصل هنا في اليوريثرا برضو الاثنين يحصل لهم ميكسنج خلاص بعد كده يتحرك ترانسبورتيشن كده ياخد الباسورد كده خلاص يبقى ديورنج ايجاكوليشن هي حاجتين اول حاجه بتشتغل في سبليكتر عشان تقفل الوان جنكشن بين بلادر وبين اليوريثرا عشان ما يحصلش يورينيشن ما يحصلش ميكسنج بالديورنج مع تاني حاجة تعمل ريليزنج او سيكريشن خلاص في الكونتراكشن اللي حصل والسكويز اللي حصل بيحصل ريليز خلاص دي النسبة بتاعتها اللي هي 20-30% من السيمينال فلويد بتخش بتحصل لها ميكسنج مع 60-50-60% اللي جايين من السيمينال فيزيكال والخمسة بتوع التستس عشان يحصل الايه؟ كومبليت ايجاكوليشن خلاص تمام فاهم المشكلة في اللي فات؟ فكروا ها؟ أي حاجة في الفاتحة؟ خش بقى في الباثولوجيكال كونديشنز، إيه المشاكل اللي بتحصل في البروستيت الجامعي؟ في عندي ثلاث حالات زي ما احنا قلنا اللي هما انفلاميشن، سترايتس، كانسر، وبناين هايبرفورم ثلاث حاجات اول حاجه الانفلاميشن هي البروستاتايتس وده كومن انفلاميشن وسويلنج عادي خلاص بيحصل فيها بيحصل فيها سويلنج شويه بتضخم شويه والانفلاماتوري ريسبونس موجوده جوه ده بقى فيه طيب ليها انواع ليها اثنين في اللي هو الاكيوت بروستاتايتس وفي الكرونيك بروستاتايتس الاكيوت بروستاتايتس بيبقى صادق مره واحده كده يحس بشعر بين في البنفس هو مش عارف من ايه ولا ليه خلاص تأثر بعد كده مع الميكتوريشن تعمل حاجات يوريا شوية مرض شوية في اليورين خلاص كل الأعراض دي معاه بتحصل نتيجة إيه؟ نتيجة زي ما اتفقنا وقلنا يورينري تراكت انفكشن الانسترومنتيشن هي المسطرة خلاص عملت ووند جلحت اليوريثرا من جوه فعمل انفلاميشن فالانفلاميشن اتنقلت لانتقل البروستيت الجان وهكذا خلاص أو فايرال انفكشن عادي عام في أي حتة في الفيتاليتي أو الرينيال كافيتي خلاص واتنقل البروستيت عمل بروستاتايتس ده الاكيوت وده بيتعالج وبيخف في معظم الحالات والدنيا بتتحسن وبتبقى كويسه مع انتيبيوتيك وانتي انفلاماتوري وتمام المشكله بقى في النوع الثاني اللي هو الايه؟ الكرونيك ده اللي هو بيبقى لونج لاست خلاص ده بيقعد فتره طويله شهور اثنين ثلاثه كلام ده خلاص هو ده المشكله ده اللي بيبقى فيه كرونيك بين ديسكومفورت مع العيان العيان دايما حاسس بشك والم ووجع وتعبان مش مرتاح دي حاجه ده بين الحاجة التانية زي ما اتفقنا تبدا تأثر على اليوريشن والكوريشن تبدا تعمل تبدا تعمل اللي هو يورنال ريتنشن ماشي بتزود الفريكونسي بتاع اليورين تعمل بيه كومبليت يورينيشن او الميكويشن للبلدر البلدر ما تفضاش كامل زي كل شوية يروح يعمل حمام خلاص رايح جاي على الحمام خلاص يعني حبة صغيرين بيرجع بعدها نص ساعة ساعة عايز يعمل حمام تاني حبه صغيرين ويرجع ليه؟ لان الدنيا السكه مكتوبه السويلنج ده يعني في انفلاميشن هي سويلنج ورمه شويه كائن الحجم بتاعها زاد هتعمل ايه؟ تروح ضاغطه على الريسر هي كده على الريسر اهي وهي حواليها تروح دايسه عليها تقفلها شويه بدل ما اليوم بتاع الريسر مثلا سي كان كده لا بيه كده فكميه اليورين اللي معديه هتقل فبالتالي هي عايز يروح الحمام يحس بالارج يورينيشن عايز يروح
حاجة أو دين هو يخش الحمام. في كيسة تانية غير المستشفى فيها؟ خلاص؟ عايز يعمل حمام، يروح يعمل الحمام. طبعاً اليوم القليل، خلاص فالكونتراكشن بتاع البدر تفضل دايسة 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 دايسة، تخرج حبة يقل الفوليوم بتاع اليوم فيها، وهي في البداية تبقى خلاص حصل لها فتيك، تبدأ بقى تريح. تروح مريح، تحس إن هو خلاص مش محتاج يعمل حمام تاني، هو كده تمام. يخرج من الحمام. نص ساعة ساعة الحبة الصغيرين اللي نزلوا دول حطوا مكانهم تاني، رجع الديسكند تاني وكاسه بالثلاثة تاني هو عايز يعمل حمام، يفضل رايح جاي على الحمام. خلاص طبعا دي مشاكل، دي مشكلة من المشاكل. المشاكل التانية الانفكشن تحاول تتنين تاني، الانفكشن الموجودة في الباسيتك دم يعني من الجدر خلاص اليوريسترا والجدر والجدر ده ولف الجدر نفسها يعني ده الانفكشن يعمل يعني يونت تراك انفكشن يعمل هيماتوريا معاه يحصل بلاد خلاص مع اليوريك ماشي غير الريتنشن الريتنشن عمال يزيد الريتنشن عمال يزيد السوليك اللي فيه عمال يزيد الريتنشن عمال يزيد لحد ما يحصل كومبليت ابستراكشن وكومبليت يورين ريتنشن خلاص دي الانديكيشن بتاعت العمليه عشان كده ريكارد لما يكون فيه كرونيك انيميشن وريكارد كذا مره كرر كذا مره يعني اول مره عديناها كان علاج الكلام ده والدنيا بدات تستجيب شوية شوية احنا عشان فيها خلال شهر شهرين فيها خلاص بس استجابت تمام. طب رجع تاني ماشي بدأنا خلاص خدنا العلاج ماشي الدنيا بدأت تتحسن وبدأ يخف الفترة الطويلة ماشي بس بدأت تتحسن. طب رجع تاني هنعيد القصة من الأول بس هيبقى الريتنشن اعلى ويبقى السولين اعلى القيمة اعلى والاستراكشر هيبقى اعلى كل مرة هتيجي تيجي تشد من اللي قبلها خلاص فانا قاعد مش مرتاح ما بيحقش يعني هو خد اسبوعين ثلاثة بالطرف الكرونيك انفلاميشن بعد كده خد اسبوعين ثلاثة ما كملش رجع التاني فكده احسن حاجة واسرع حاجة ايه؟ الريتنشن خلاص ده اللي ايه؟ تايبس اوف انفلاميشن الفوسفايتس المشكلة فيهم من اللي على بعض اللي هو البناء بناية كيوبا خلاص ده عبارة عن بناية اللارجمنت خلاص اللي هو البناية بروستيت هايبرتروفي تضخم حميد في البروستاتا الحالة بتاعتها فيها حصل هايبرتريشيا فيها كنت بعمل ان هي كان السبب ايه بالظبط مالناش دعوة بالكوز ايه اسباب كتير خلاص يا اما نون يا اما جينيتك حاجة مالناش دخل فيها حصل فيها هايبرتريشيا فيها الحجم بتاع السنس والنمبر بتاع السنس زاد فالمشكلة الكبيرة بتاعتنا اللي هي الحجم ده هيروح فين؟ الزيادة ده هتروح فين؟ تضغط على اليوريزم دي أول حاجة هي بتزيد فاليوريزم دي عبارة عن سوفت تيشو مش حاجة هارد فسهل إن هي تفضل فاليوم بتاعها يقل فدي أول حاجة عندي تتأثر هتلاقي حد يحصل ريتنشن في اليوريزم والفريكونس بتاع اليوريزم يزيد والفوليوم يقل خلاص بعد كده تبدا يحصل ترسبات في اليورين خلاص يترسب اليورين في البدر نفسها يبدا يعمل كالكولاري خلاص الحصوات بتاعت الايه في البدر تبدا تتكون بول وهي خارجه تبدا تجرح في اليوريزما تعمل بلط مع اليورين كمان اليورين خلاص كل دي مشاكل ماشي دي بتاعت الايه البنايه خلاص اهم حاجه معانا اللي هي كل 9 عينين اكثر من 65 سنة واحد فيهم يحصل له بروستيت كانسر كل 9 فيهم واحد 50,000 فيهم 10,000 واحد عنده بروستيت كانسر واضح دي حاجة إحصائية موجودة في أمريكا هو 65 سنة لازم يطلع للفحص سنوي كل سنة لازم يروح يعمل فحص البروستيت كانسر خلاص حتى لو ما اشتكاش من الفحص خلاص ده بالنسبة للبروستيت كانسر طبعا الكوز بتاعه برضه مش معروف سواء كان سكند مالينسي يعني حصل متاسس في مدينة مالينسي في مكان تاني وانتشر حصل متاسس في وسط البروستيت جلاند عملت مالينسي ديفورميشن فيها ماشي يا اما هو الاوريجن او برايمري كانسروجينيك تشينج فيها فدي حاجة الكوز بتاعها برضه مش معروف للاسف لحد دلوقتي خلاص طيب ده الثلاث حالات اللي بيحصلوا في البروستيت جلاند في اي مشكله فيهم الجزء اللي فات كله
المقدمه بتاعتنا فيها مشكله فيها العوامل اللي بتوقف عليها او يعني اللي بتاثر يعتبر زي ما بنقول ايه لازم فانكشنز بتاعت البروستيت كانسر. خلاص هنا طبعا الايه زي ما احنا قلنا فوق 65 بتزيد الريسك اكتر. الفاميلي هيستوري لو في حد عنده هيستوري كانسر اللي هو الكلام بتاع الايه الفاميلي هيستوري اللي احنا العادي بتاعنا عنده كانسر في الاكتر من 100 عنده هايبرتنشن في حاجه اللي هي الجينيتك ريليشن. خلاص نفس القصه برضه الزاويه الانسر في دعم الجندر طبعا الميل اساسي. خلاص الدايت نفسه الاكل في انواع اكل معينه خلاص بتبقى حاجات اللي هي فيها مواد حافظه كتير بسم الله ما شاء الله احنا بناكلها كلها. خلاص هي دي اللي بتبقى فيها كارسينوجينيك سبستنس خلاص او كيميكال سبستنس دي بتزود الريسك اهو ده بالنسبه للفاكتورز اللي بتاثر معانا او الريسك فاكتورز دي. طب ايه هي بقى الساينز والسيمبتومز اللي بيحس بيها العيان لما يكون في مشكله في البروستيت يعني نصر احمد نصر ايه ايه احمد نصر بدل ما اسلم عليه مغزى اخويا والله عملت خلاص
البيشنت بتاعتي وفاهم الدايجنوز بتاعي سواء كان انفلاميشن ولا كان في تيومر والتيومر دي بناين ولا كانسيروجينيك ماشي حددنا مكان فين التيومر فين خلاص سواء كان كان كلها ولا جزء منها يتشال انت بقى تخش على العمليات ايه هي بقى الانديكيشن بتاعت الانديكيشن بتاعك بص ديك انت نعمل عملية كانسر مفيش كلام دي طلاقة تشكيس بص اللي هي كانسروجينيك خلاص دي بتشال تمام ايه تاني بيكالات كرونيك تمام لو في هيماتيوريوم لو في كومبليت ريتنشن يورين خلاص حصل على الكالكولاي دوريت بقى التكلسات والحصوات في اليورين واللطر خلاص ماشي دي كلها علامات هو خلاص لازم تتشال كده اليورين بتاعها البروستيبل جلاند لازم تتشال اوبناين تو تتشال عشان الاستراكشن تمام طيب التايمز اوف اوبريشن في عندي نوعين في واحده اسمها اوبن سيمبل خلاص اوبن سيمبل بروستيكتومي و راديكال بروستاتيكتومي الاوبن سيمبل بروستاتيكتومي دي بيعملها مع البروستاتايتس والبلاين بيشيل بس التيومر نفسها الجلاند نفسها خلاص بيشيلها هي بس بيخش بيشيل البروستاتيك جلاند ويبقى شكرا على كده دي هي الاوبن سيمبل طيب الانسيجن داتا او التكنيكس بتاعتها في ثلاث حاجات بيتروبيوبيك او سوبرابيوبيك او بيرينيل خلاص وادي الشكل بتاع الايه؟ الانسيجنز بتاعتها. ده اللي هي السوبرا بيوبيك خلاص والبيترو بيوبيك زي ما اتفقنا بتبقى في الميد لاين فيرتيكال تحت الابريتس كده. وادي منطقه البرينيوم تبقى ترانسفيرس او اوبليك شويه خلاص بتاخد في منطقه البرينيوم بين السكروتم وبين الانس. ده اللي هم الايه؟ السن اوبن سن انت بتعملها مع البروستاتايزس والبناء. طيب الثانيه بقى الراديكا. الثاني نوع عندي اللي هو الراديكا. الراديكا دي بيعملها في حالات الكانسر. بيشيل كل البطاقة كل البيان مصر وكل اللينف نودز اللي حواليه كلها. النادي يكون نفس والسكرم والبيري والبروستاتيك يشيل كل الانفلوس اللي احنا كنا قلناها من شويه كلهم بيتشالوا مع الجلان مع السوفت تيشو اللي حواليها الفاشيا والبريكل تيشو اللي حواليها كل ده يتشال يفضي كل المكان خالص دي غالب دي في حاله الكانسر عشان ما يسيبش اي فرصه ان يحصل ميتاستس لو خليه واحده لو وان سيل فضل ميتاستس او كانسر كانسرجينيك سيل واحده بس تعمل سبريدنج للكانسر تاني خلاص عشان يضمن ان هي الدنيا كبير خالص الدنيا كمان مفيش مشكله يشيل كل حاجه خلاص طيب انواعها في ثلاث حاجات عندي في لابروسكوبيك في روبوتك وفي الاوبن ابروتش الاوبن ابروتش زيها زي السمره ايه؟ بيوبيك ومتر بيوبيك نفس الكلام هنا فيرتيكال خلاص بلو ليفل بتاع الابرايتس في الميد لاين دي الاوبن تاني حاجة عن اللابروسكوبيك والروبوتيك نفس القصة فتحات هولز يخش منها المنظار أو يخش منها الدراعات بتاعة الروبوت خلاص ويخش يعمل العملية. الروبوتيك دي جهاز كمبيوتر خلاص مجهز ماشي ليه الدراعات بتاعته والمناظير بتاعته تختار بس العملية الأوبريشن اللي هشتغلها هو أوتوماتيك مسجلها كل الخطوات بتاعته يفتح كام سنتي يفتح فين بالظبط يبص ايه بيقطع ايه كل الستبس دي متجهزه ومتفرجه عليها زي الاجهزه بتاعت الميكرو اللي عندنا البروجرامايزر انت بتدوس بتختار حاله شولدر ستيفنس خلاص او فروزن شولدر خلاص بيشتغل بروجرام عادي بالبارامترز بتاعته فريكونس وباس ديوريشن والكعبه والتايم بتاعه كل حاجه متظبطه فيه ده نفس الكلام بيخش بيقطع ايه بيفصل ايه بعد كده بيخيط ايه كل حاجه متظبطه عليه ده الروبوت بدأت تنتشر كتير يعني هي بره موجوده من زمان وفي مصر هي بدأت تنتشر
طب ايه هي بقى كوميونيكيشن او الريسك؟ نبدا اول الريسك، المخاطر اللي ممكن تحصل في العمليه. ممكن يحصل ايه؟ خلاص ماشي، ده من ضمن الاساسيات اللي بتحصل فيها. ايه تاني؟ يوريك تراك انفكشن، يوريك انكونفرنس، اوفيشال اكسبانشن. كل دي مخاطر ممكن تحصل اثناء العمليه او مع العمليه الايه؟ المنسقيه. نطلع منهم بقى بالكوميونيكيشن اللي عندنا اللي هي كمان الحاجات بتوعنا اللي يهمونا. هما ست حاجات. خلاص؟ البوست موتيف بين، البولمري، السيركيولاتري، والماسكو سيرفر كوميونيكيشن، والمينري انفورمنس. احنا خمسه وسته كده. نتفق باتفاق. قلنا عليه. اساس بوست موتيف كوميونيكيشن المينري في البي تي. خلاص؟ خمسه. دول اساسيين مع اي اوبريشن. البوست موتيف بين، كومبليكيشن، سيركيولاتري، ريسبيراتري او بلمونري، والماسكولار سيركيولاتري. خمسه كومبليكيشن دول اساسي في اي عمليه مانوال. اي عمليه من العمليات بتاعتنا كلها سيرجري، ستيكتومي، ريتيكتومي، ستيكتومي، ستيكتومي، كلهم خلاص الخمسه دول اساسي موجودين معانا. بيختلف على حسب المكان، انهي ريتش، انهي جوينت هيتاثر، انهي عضله هتتاثر، البين فين، الانسيجن فين، بيختلف من عمليه تانية. بس المسميات الخمسه موجودين. ممكن تضاف حاجات زياده شويه زي في البوستريكتوم. هنا عندنا اليورينري انكونتيننس، ده زياده بلس بيو 6 كومبليكيشن، بس الخمسه موجودين معانا. خلاص؟ طيب نبدا بقى ناخدهم ايه؟ واحده واحده نعرف الرول بتاعنا في الثيرابي معاهم ايه بالظبط؟ واحده واحده. اول حاجه البين. زي ما اتفقنا شرحنا في التطبيق الاسسمنت بتاع البين عن طريق كذا حاجه، سكيلز كتير خلاص، و كوشنير وكذا، كله في حاجات كتير، في حاجات سبجكتيف. من ضمنها اللي هي الفيجوال الاوب اللي هو ريتنج فيربال سكيل خلاص، والماك جيل كوشنير. والفكره ان انا بحط صفه او درجه للقلم ده علشان اعرف بعد كده هو بيتحسن معايا ولا بيسوء، البين ده بيزيد ولا عمال بيقل مع الفيل. طيب التريتمنت بتاعي بين هنالزك او بين بلاك عندك هو التنس. خلاص ده ليه؟ الاساس بتاعه ده متوفر وموجود في كل العيادات وكل المستشفيات، فده الاساس. خلاص طيب البارامترز بتاعته ايه؟ زي ما احنا قلنا الفريكونسي 120 لحد 150. خلاص التايم بتاعنا بيبقى 30 مينت مرتين في اليوم، ويبدا يقل على حسب الحاله من 30 ل 45، وبعد كده نبدا نقل في التايم، نقل في الفريكونسي بدل ما مرتين يبقى مره، بدل ما مره كل يوم يبقى يوم او يوم لا حسب التحسن. خلاص؟ والتايم بتاعه بدل ما 45 يبقى 30 وهكذا. خلاص بس ما تقلش عن 30، يعني مع 30 من لحد 45. الفريكونسي بتاعنا زي ما قلنا 120 ل 150. البالس ديوريشن بتاعي بيبقى من كام؟ خلاص 90. ماشي. الالكترون بليسمنت بيبقى عباره عن سلك حوالين الانسجن، سواء كانت الفيرتيكال يبقى واحده يمين واحده شمال، او برينيال يبقى واحده فوق واحده تحت. خلاص لو هي لابروسكوبيك او اللي هي الروبوتيك بيبقى واحده على ايه؟ خلاص بيبقى واحده على الرايت سايد واحده على الليفت سايد. الالكترون النص حواليه على الجنب هنا من اليمين، واحده على الجنب من الشمال، بحيث انها بتعدي على كل الديسيجنز الوولز الموجوده في الاب. خلاص ده بالنسبه لايه؟ للانتنس ريبيتيشن بتاعه. طيب ايه تاني غير ممكن نشتغل بيها على البين؟ الليزر. ايه تاني؟ الهاندنج. اه موجود مكتوب. اه ايه تاني؟ ريلاكسيشن، سليبس، خلاص، السيرفو سيرابي، الايكول بول، كل دي حاجات ممكن اشتغل بيها اقلل بيها البين. خلاص؟ دي بريس اكسرسايز، كده كده هنشتغل بالبلمونري، يبقى اكيد معانا في الحاجات دي. طيب، دي اول واحده. تاني كوميونيكيشن عندي بالمونري كوميونيكيشن. والله كوميونيكيشن الاساسي اولا بنقلل السيلر موفمنت، الحركه بتاعت السيلر اللي موجوده اللي هي بتتحرك السيتويشن اللي فوق، مفيش حاجه بتزقها اصلا، بس هي
كاوتش بيحصل عندك كونديشن اكسبانشن. بعد العمليه رجعت السليب برضه للبوايز يومين ثلاثه بيحصل برضه كونديشن سيتويشن ويعيد اكسبانشن معاك. لو سبوكا طلعت الموضوع خلاص كده يبقى الموضوع الكومبليكيشن عندي بتتحصل في اثنين، يا اما بيحصل ديكريز شيفت اكسبانشن يا اما بيحصل اكيميليشن بالسيتويشن. الميكانيزم بتاعتهم هنقول زي ما احنا لسه قايلين من شويه، العيان ما بيتحركش ما بيمشيش خلاص، فبالتالي نايم في السرير فتره طويله فالاكسبانشن بتاع الشيست مضغوط خلاص ريستريكت مش بياخد النورمال اكسبانشن او النورمال موفمنت بتاعه، فشويه شويه يبدا يقل الدايمترز خلاص بتاعت الشيست فتقل اللانج فوليوم كاباسيتيز فبتقل يقل الاكسجينيشن والفنتيليشن بتاعه. دي حاجه. ثاني حاجه السكريشن بيحصل اكيميليشن ايه فيها؟ اول حاجه الاسيزيوم التخدير اللي هو خده بيقلل السيريال موفمنت خلاص اللي هي المفروض بتطلع السكريشنز فوق عشان تحصل احسن لها سكريشن تطلع مع الكهرباء. السيريال موفمنت دي مفيش الاسانسير واقف كل الناس متجمعه تحت السكريشن كلها بتتجمع في اللانج خلاص. طيب لو هو اصلا ما بيتحركش خلوا كام يوم قبل العمليه او بعد العمليه مفيش موفمنت اكوبلايزنج هيحصل سكريشن اكتر هيحصل اكوبلايزنج اكتر هتزيد. لو هو عنده بلمونر كوميونيكيشن اصلا من الاول عنده مشكله في اللانج من اول ديزيز خلاص او هو سموكر ضاعف الكلام ده كله خلاص. يبقى مشكلتين اساسيين بيحصلوا عندي بلمونري بوست اوبراتيف بيزن اكسبانشن وسكريشن اكيميليشن. الرول بتاعي ان انا اعمل امبروفمنت للشيست اكسبانشن ازوده خلاص، والنقطه الثانيه ان انا اعمل كليرنس للسكريشن. المفروض الرول بتاعنا زي ما اتفقنا ريفنت مش كيورتيف، المفروض الاساس ان انت بتمنع ان يحصل الكومبليكيشن دي، المفروض ما يحصلوش بلمونري كومبليكيشن، ما يحصلوش سكريشن كومبليكيشن. في حاجات خارجه عن ارادتك لازم تحصل زي البين، اصلين سيجر وجرح وعمليه فلازم يبقى في بين، بس الكومبليكيشن الثانيه اقدر اتحكم فيها بس مالهاش لحد ما يحصل قديمه، بس مالهاش لحد ما يحصل اكيميشن سكريشن خلاص مش عارف ياخد نفس وهيتخن. المفروض الحاجات دي من الاول انا شغال عليها، بعد ما اخرج من العمليه شغال البروجرام بتاعي خلاص. ايه هي بقى التكنيكس او المدارس اللي انا بشتغل بيها عشان ازود الاكسبانشن؟ الديكريس اكسرسايز ده براجماتيك و لور كوست خلاص. طيب اثنين الشيست موبيلتي تكنيكس عشان ازود الموبيلتي بتاعت الشيست اللي حصل لها ريستريكشن خلاص عن طريق الاير شيفت مانوفر والسبرنجيال بريسنج البوزيتيف انترميتنت بريشر. في كذا تكنيك احنا كنا اتكلمنا عليهم من ايه السنه اللي فاتت في المرمى شيست موبيلتي تكنيكس مثال ليهم اير شيفت مانوفر والجروث فاينجين. في مشكله في حاجه فيهم؟ لو اي حاجه من اللي انا بقولها في اكسرسايز او اي حاجه بنقولها او التكنيكس دي حد يقول خلاص اشرحها ماشي حاجه مش فاكرينها قولها خلاص. طيب ثالث حاجه عندي في الشيست اكسبانشن اللي هو الانسنتيف سكوير مان طبعا انتوا عارفين خلاص اللي هو كذا شكل منه في اللي هي شكل اللي هو ثلاث انابيب هو جواها والعيال ياخد الاسبيريشن يا اما هو البيستر هو عامل زي النفاخ ده بيطلع وينزل خلاص برضه بيتدرج وبياخد الاسبيريشن ونشوف الايه الفوليوم بتاعها قد ايه وهكذا كانها بايو فيدباك بتعمل موتيفيشن للعيال علشان يزود الاسبيريشن بتاعه وهيزود الاكسبانشن ويزود الفوليوم بتاعت اللب خلاص تمام. ده اول نقطه معانا اللي هي الشيست اكسبانشن. تاني حاجة عندي اللي هي كليرنج السكريشن. السكريشنز الموجودة في الدم دي المفروض إن أنا أطلعها. أول ستيب أو أول اختيار عندي اللي هي الكار والهواء. خلاص؟ بس هنا بيبقى سبورت الكار. ماشي؟ علشان ما يحصلش تنشن على الوند، الوند يفتح يحصل له فيريال وانفكشن خلاص تخش في مشاكل تانية. فالمفروض إن أنا بجيب كشن خلاص أو بيلو وخدت خطوطة خدت صغيرة خلاص او اجيب تاول واطبعها مثلا جنب البدايه اطبعها واحطها على مكان الانسيجر ويعمل كومبريشن عليها. خلاص بعد كده يقوم الكومبريشن ده انت بتدوس بالبال اللي جوه خلاص والانترا بلانر بريشر والانترا سيرس بريشر مع الكف والكونتراكشن بتاع الابدومين المفروض ان هو بيزود التنشن على الانسيجر. فانت بتعمل لها سبورت
الضغطه بتاعتك دي بتقلل الاستريس على النوم، فما يحصلش تنشن عليه، فما يحصلش ايه رابشر وفيلر. خلاص دي السبورت بتاعه. طيب بعد كده اشوف الكف دي نظامها ايه، برودكتيف بيطلع بلغم والدنيا كويسه وشغال، صحه تمام بيطلع بلغم ويرتاح والدنيا كويسه، حالته سهله زي ما اتفقنا، هو ما عندوش اي مشاكل ثانيه، الدنيا كويسه ومفيش سموكي ومفيش بطاله كومبليكيشن، وراجل ما كانش نايم في السرير ده كان بيتحرك وشغال وزي الفل، هو بس حاجه للصبح وعمل العمليه عنده ساعه ساعتين في الاوضه لحد ما اتاكدوا من الضغط والسكر والكلام ده، وبعد كده دخلت العمليات على طول، مفيش كومبليكيشن كبيره، مفيش سيبريشن كتير، فالكفه تبقى ايه؟ كافيه. لا الموضوع اكبر من كده والسيبريشن مش طالعه كتير، او الدراي كف بيكحها بس على الفاضي، مفيش حاجه مش فارقه طالعه معاها، الا نخش على البوستر ريفنج والتكنيكس بتاعته الكمبشن والشيكنج والفايبريشن والريبس بريندنج، خلاص الحاجات دي عشان ابدا اعمل موبايلايزنج للسيبريشن دي اللي هي لازقه في الجمهور بتاعي والكار والالجورايتر. الستيب الاولى بتاعه دي في دي الديب فين ثرومبوزس،
بعد ما حصلت الكوايتس والانفلاميشن والسويلنج بتاع الجلوكوز بدا يظهر يحصل انتجريشن او اكيوميشن للبلتلتس تبدا السبلاي تتجمع حواليها تلزق في بعض تعمل لي ثرومبوس دي بين ثرومبوس بعد كده حصل لها بي اتاتشمنت اللي هي الايه الامبوليزم تروح بقى تخبط في اي مكان تمام دي سيركيولاتري كومبليكيشن الرول بتاعنا بريفنت يمنعها اصلا حتى لو مفيش قديمة بخليه يعمل سيمباتري اكسرسايز طالما هو نايم في السرير لحد ما يتحرك. الوسائل بتاعتنا او التكنيكس بتاعتنا حاجتين سيمباتري كومبليكيشن سيمباتري اكسرسايز والايرلي امبيوليشن سيمباتري اكسرسايز والايرلي امبيوليشن يعمل التمارين لحد ما يقدر يتحرك ويقف مجرد ما واقف الدنيا كده خلاص سيمباتري عشان يعمل بناء دي البامبنج اكشن شغال البلس بتاعنا شغال ما بيحصلش سليب سكسيشن ولا لا فكده خلاص ما علاش ان دي ولا الكوايتس ولا دي تي ولا الكلام ده كله خلاص طبعا السيرفكس اصلا احنا عارفينها اه ده عشان بس انا فاتت مره واثنين خلاص والابليكيشن اللي هو الجيت او روتين تريد خلاص طبعا دي سيرفكس كوميونيكيشن بعد كده عندنا في ديلي وون ايه او الوون كومبليكيشن ايه اللي ممكن يحصل في الوون هو الهيلينج بتاعه يتاخر شويه يا يحصل فيا فيه هو يفتح يحصل انفكشن يفتح يحصل انفكشن دي بتفتحها بالسبورتنج كاف والبروبر هاند هو يقدر يتقلب ويتحرك يقعد يقف الكلام ده من غير ما يحمل على الوون خلاص باقل ستريس اقل تنشن عليه مش هيحصل ايه مش هيفتح كده منعت الحته دي علمته ازاي يتحرك ازاي يقلب ازاي يقعد ازاي يقف ازاي يقيم على كرسي ازاي يقعد من على السرير الكلام ده كله ظبطناه وتعلمناه وبالتالي هو هيتحرك من غير ما ياثر على الوش وحرك ان الوش يفتح هيقل ماشي طيب ايه بقى الحته الثانيه ان انا اعمل اكسلريشن بقى للوش ايه اصلع الموضوع بعد خلاص خلاص ممكن يغلط في حاجه حركه غلط بتاع حد يقوم يعدله تحصل مشكله فلا طبعا احنا خلينا نبدا بسرعه ونخلص ننجز الموضوع شويه هنشتغل بقى بيه خلاص ده اول وافضل حاجه معانا الوون اكسلريشن خلاص وقلنا البارامترز بتاعته سيرشن خلاص قلنا نشتغل ليه؟ لان انا كونتاكت تكنيك وكونتينيوس مود الباور بتاعتي بتبقى 1 مللي وات خلاص الجزء بتاعتها تبع 92 سكند بس سنتر سكوير ده بيوصل لي الانرجي ل 2.4 جول بس سنتيمتر سكوير خلاص ده بالنسبه لايه؟ دي وون كومبليكيشن مشكله كده فيها اخر حاجه عندنا في الكانسر اللي هي الماسكوس ليتر كومبليكيشن الماسكوس ليتر كومبليكيشن هنا عندي حاجتين رينج فوش انفيتيشن المصر ريس رينج فوش الليميتيشن بيبقى في مين؟ الانسيجن فين؟ هنا خلاص في اللي هو الابدو فهيبقى عندي الترانك موفمنت اتاثر الهيد موفمنت هتتاثر نتيجه الانسيجن وين؟ فين؟ سواء كانت في الفيرتيكال نو ابدومن او في منطقه البريدين الاثنين هيتاثروا معايا ترانك و هيد طيب ده بالنسبه للجوينتس الموفمنت طيب المسلز هتقول لنا المسلز والهيد مصر برضه نفس الكلام معايا البلفك في لور مصر خلاص دول كلهم بيحصل لهم ويفز طيب الرول بتاعي ايه؟ ستريس اكسرسايز خلاص دي مصر دي ماشي عشان اقدر اعمل جين للرينج اوف موشن والويكنس اللي حصل او الستريس بتاعت العضله ارجعها تاني للنورمال ليفل بتاعها طبعا ما ينفعش ابدا باكتف ري وريزيستد والكلام ده من الاول ده جرح خلاص مكتوب فمن بعد العمليه ببدا استبدل خلاص اخد اول اسبوع ده استبدل واخد ثلاث اربع ايام في استبدل اكسرسايز استبدل ابدومين اللي هو بيعمل بوستيريو بلفيك تلتين خلاص يعمل فاتنينج بالضغط خلاص بالنمبر فيجن بيعمل كومبريشن على البيت دي اول حاجه خلاص بشتغل عليها ثلاث اربع ايام بعد كده ابدا احولها لايزومتريك اكسرسايز خلاص على اخر الاسبوع الاولاني الاسبوع الثاني ابدا اشتغل اكتف فري بين الموشن اكسرسايز
الاثنين الاول الباك والاسفل الابدومين والباك والهيب موفمنتس كلهم اكتف فري. الاسبوع الثالث ابدا اخش بقى في الريزستنس اللي هو الايزوتونيك ريزستنس اكسرسايز خلاص. ابدا بقى ابدا ويتس قليل وابدا اعمل جرادويشن للسترينث بتاعتي. طب ايه الاشكال والتايبس بتاعتنا زي ما احنا قايلين ستاتيك ابدومين والهيب بيندنج او الرايزنج بتاع الهيب اللي هو نايم على السرير بتاعك بص على مشط رجلك خلاص يرفع الهيد ويرفع الشولدر يهد الشولدر والكفر باك من على السرير يعمل ليت بتاع يعمل كومبوزيت يلمس الركبتين ويرجع خلاص ويعمل ليت وشيست بتاع اللي هو الابدومين رجل واحده بعد كده الثانيه بعد كده الاثنين مع بعض خلاص كده اشتغلت عضله اللي هو الابدومين. نعكس على رون بوزيشن عامل نفس الكلام على الباك الهيد رايزنج الهيد والشولدر الهيد والشولدر والشيست كده اشتغلت ابر باك اشتغل على اللور هيب عشان اعمل لور باك خلاص هو الستريتنج ريزنج بس بالعكس اللي هو الهايبر اكستنشن في الهيب اعمله في الاول في الفيكس الني خلاص عشان اقلل الليفر ارك اقلل الفورس خلاص على المصل بعد كده اصعب اكتر وانا اخليه اكستندد ني ماشي ده هيبقى اصعب بيلاترال باي لاترال خلاص الاثنين مع بعض بعد كده الاثنين والباك اللي هو البنانا شيب تمام. نالجوريشن قاعد الترام اشتغل بعد كده على الهيب الهيب نفسه بقى اخد الفيرش بتاع السوري اللي هي الرينج كلها والموفمنتس كلها بتاعتها الفليكشن الاكستنشن الادكشن الادكشن الروتيشن الانترنال دي خلاص. ده بالنسبه للوصف السيكل كومبليكيشن تفضل معاك واحده اللي هي البيت الفلور مصل خلاص اللي احنا بنكسرها دي هنقولها مع الاكتر ماشي. دول الخمسه كومبليكيشن بتوعنا بتوع الايه؟ بص الرجل في مشكله في الخمسه لقينا اي جزء فيهم لقينا اي حاجه فيهم هتلاقيها. اخر حاجه معانا اللي هي اليورناري انكونتر مداركي خلاص بعمل بيها ضمن الاسترينسنج اكسرسايز اللي انا اشتغل عليها ممكن اشتغل بيه اكتف اسيستد اكتف فري اكتف ريزيستنج اشتغل بالثلاثه جريدز او ثلاث تايب اكسرسايز اسيستد وفري وريزيستنج. الباترن اللي انا بشتغل بيه هنا حالات البروستاتيكتومي اشتغل على الاثنين في الاول تيجي تاثر الهيب والترام واشتغل على الترام فليكشن روتيشن ليفت فليكشن روتيشن طبعا لو ليه بشتغل الدكشن الدكشن اكسترنال روتيشن خلاص ده الباتن بتاعه ده الستارتنج بوزيشن ده الاند بوزيشن والاكستند ني خلاص هنا اكستند ني نفس القصه هنا اقول لك اكستند ني هنا فليكسد ني ماشي. ده بي ان اف شرحناه في السكاشن المجموعه اللي فاتت والمجموعه اللي لسه ما خدتش ان شاء الله هشرحها برضه ما تقلقوش هيتعدي في الكلام ده ماشي. انت عندك ده هو الاكسرسايز دي فانكشن اكسرسايز البي ان اف ده عباره عن بروسبكتيف اللي هو مصدر الفاسيليتيشن خلاص انا بعمل فاسيليتيشن خلاص عن طريق مصدر معينه هي عباره عن تشين سلسله كذا عضله كذا موفمنت شغالين في نفس الوقت بترتيب معين بسيكونس معين يبقى في كوردينيشن بينهم عشان اعمل فانكشن محدده خلاص. يعني لو احنا هنشتغل يعني اي فانكشن في الجسم هتلاقي شغاله كذا عضله مع بعض كذا جوينت عشان تاكلي فكل ده بيتحرك مع بعض خلاص. كل المفاصل دي شغاله كل عضله شغاله عشان تعمل موفمنت واحده فانكشنال موفمنت خلاص. ما بتكلمش على انديفيدواليزد موفمنت فانكشن اكستنشن عشان بشتغل على فانكشن الفانكشن دي لازم ادخل اعوض المفاصل كلها تشتغل بسيكونس مع بعض. لو في عضله منهم في النص واقعه بعمل لها ايه؟ بدخلها في السايكل فلما تخش يعمل لها فايرنج اللي قبلها واللي بعدها يعملوا فايرنج ليها فيحصل فيها تخش يعني ايه؟ لو تخش في الصف يعني ده سهل تعرف الطريق يعني انت تلاقي مش عارف الطريق تمشي مع الناس دي هيوصلوك فهي كده الفكره ان هو بيعمل فايرنج ليها خلاص بتخش في الفانكشن بتاعتها يعمل انجرامنج ليها تاني خلاص بتعمل استرنس ليها فهي بدأت تبدل استرنس ليها ده بالنسبة لإيه؟
الموفمنت بتاعك بيتحسن ولا ما بيتحسنش، لازم اقيسه واحدده. وقلنا التست بتاعته بيبقى عباره عن اربعه. اول واحده اللي هي فلويد فلاور باث تيست خلاص، والنيوروداينامكس والاكسترنال سبيكتر اي جي والفريكونسي فوليوم شارتس. فلويد فلاور باث تيست ده اللي هي الحفاضه باث خلاص، بيشوف العيان بيستعمل كام باث في اليوم، او الباث الواحده بتقعد معاه كام ساعه خلاص في اليوم. فكل ما بيقل عدد الحفاضات اللي بيستهلكها في اليوم، او يعني كل ما بتقعد الحفاضه فتره اطول معاه، معنى كده ان هو بيبدا يتحكم في اليوريك اكتر، الكنترول بتاعه بيزيد خلاص. الثاني النيوروداينامكس دي عباره عن مجموعه من التستات خلاص، هو اجهزه ياخد بيبقى فيه زي سنسور ماشي، بيخش يوصل للجدر بيقيس فيها الفوليوم بتاعها، ريزيدوال فوليوم، الكونتراكتيلي بتاعتها اللي هي الكونتراكتيلي بتاعت الانترنال والاكسترنال سبنكتر، بيديك عيار كتير خلاص. ودي بتبقى اوبجيكتيف، الشغل بتاعنا بيعملوه في ناس في بعض المسالك خلاص، عندهم حاجات هم بيعملوها بيحاولوا يقولوا، وبعد كده بيعملوا بتاعه خلاص. ثالث حاجه عندي اللي هو الاكسترنال سبنكتر الاي جي، ده سهل ممكن يتعمل عادي عندنا سيرفيس كنتروز، حاط على السبنكتر خلاص، بيبدا يخلي العيان يعمل كونتراكشن او يعني سكريزنج اللي هو حاول تتحكم في الجول كانك عايز تعمل حمام مسبوق وامسك نفسه خلاص، هيبدا يعمل سيموليشن او كونتراكشن في السبنكترز خلاص، فيبدا ايه القرايه بتاعت الاي بي جي تشتغل، اعمل ريكوردنج ليها واشوف القياسات بتاعتها كام. ده الستاندرد او ده البدايه بتاعتي خلاص. اخر حاجه عندي اللي هي الفريكونسي فوليوم شارت، دي عباره عن بقى بكتب فيها اللي هو العيان عمل كام مره كلونيشن او فضيته الجزر، كسر الجزر بتاعته اصدر القسطره الكيس بتاع القسطره، فضيته كام مره، وكل مره كان الفوليوم بتاعها كان قد ايه. فكل طبعا ما يقل الفريكونسي الفوليوم يقل، معنى كده ان هو بدا يتحكم في اليوريم بتاعه خلاص. ده بالنسبه لايه؟ للفاليويشن بتاع اليورينري انفكشن. التريتمنت بتاعه التريتمنت اربع حاجات. اول حاجه عندي هو الفانكشن الكتريكال ستيميليشن، اعمل الكتريكال ستيميليشن علشان اعمل ستريتشنج تريننج للبلفك فلو مصل خلاص، اللي هي تشتغل كاكسترنال سيرفيكتر زي ما احنا قلنا. الثلاث بروسيدنج جلاند اتشالت، الفالف كان مربوط على اليوريثرا خلاص، حاجه بتتحكم فيها من ضمن الفالف من ضمن الصرامات بتتحكم في اليوريثرا، فدي واحده اتشالت. اليوريثرا نفسها ممكن حصل لها انجل اثناء الاوبريشن بتأثر على الكونتراكتيلتي بتاعتها، دي برضه نقطة. النقطة الثانية البلفك فلو مصر حصل لها كاتنج، حصل ويكنس فيها، فالكونتراكتيلتي بتاعتها بدأت تقل، دي برضه بتعتبر برضه صمام من اليوريثرا، فده كله اتشال. خلاص انا احاول برجع حاجات اللي اقدر عليها، بروستيت خلاص مش هقدر ارجعها تاني، خلاص لو حصل ووند في اليوريثرا هياخد انترفيرمات وانتي بيرس لحد ما الجرح يقفل وتبدا تتظبط. نبدا ندور في الحاجات اللي احنا نقدر نشتغل عليها اللي هي الايه؟ الحارس الخارجي او خط الدفاع الثاني اللي هي البلدي فلور مصر. دي اللي اقدر اعمل لها سبنسنج عشان ترجع تقوم الوظائف بتاعتها القديمه خلاص زي الاول. ماشي؟ يبقى عندي الفانكشنال اكسبريشن عشان اعمل تريننج وستيميليشن للبلدي فلور مصر. بلدي فلور مصر اكسرسايز تريننج. بعد كده عندي الجدر تريننج والبايو فيدباك. اول حاجه الكتريكال ستيميليشن زي ما اتفقنا، البيشن بيبقى كورت لاين بوزيشن او في السايد لاين ايا كان، بس الكورت لاين افضل. بحط الكنترولز بتاعتي يا اما على السوبر بيوبل وعلى السايكل من تحت، واحده فوق واحده تحت، يا اما الاثنين على منطقه البرينيوم خلاص، عشان اعمل استيميشن للبلفك فلور مصر. الفريكونسي بتاعي انا بتكون فريكونسي قليل من 20 ل 50 هرتز، والبالس ديوريشن بيبقى عالي من 200 ل 250، التايم بتاعنا 30 برضه كويس ديلي، وبيقل على حسب الايه؟ الديوريشن بتاع العيان خلاص. ده بالنسبه للالكتريكال ستيميوليشن. تاني حاجه عندي بالفلور ماسل اكسرسايز، بالفلور تريننج علشان اشغل العضله بتاعت الفلور تاني واخليها خلاص تنسي ترجع بالاسترنس بتاعتها خلاص، عشان تعمل الفانكشن بتاعتها الطبيعيه اللي هي كاسترنس نكتر للجوريزم. عندي طريقتين للاكسرسايز، في نوعين من الاكسرسايز، واحد بيشتغل على استرنس وواحد بيشتغل على انتيورنس. في عندي اللي هي كويك فليك، في عندي اللي هي سلو كونتراكشن. كويك فليك دي
ستاكس وسلو كونتراكشن دي انديورنس. خلاص اول حاجه الكوت بلاي الفكره كلها بتاع الاثنين اللي احنا بنقول العيان فاهم انت عايز تعمل حمام من اول لسه مسافر من الشغل عايز تعمل حمام خلاص مزنوق والحمام بعيد امسك نفسك على قد ما تقدر لحد ما توصل خلاص حته الزنقه دي خلاص والستريس اللي بيعمله الكونتراكشن سكويز والكونتراكشن اللي بيعمله ده يعمل كونتراكشن في الدلتا فلور مش متاكد هتاكد عن طريق الفايبر خلاص احط الكودات على الفايبر بتاعي على الدلتا كرينيوم خلاص ابدا يعمل لي ريدنج للكونتراكشن بتاع الدلتا فلور هل بيعملها صح ولا لا؟ طبعا مش هيعملها صح من الاول هيبقى في ريبيتيشن الاول عشان كده هي اسمها ريبيتيشن احنا بنعلمه بنعوده تاني تراك العضله تبدا تعمل كونتراكشن تاني بعد ما اتنقل خلاص فانت بتعودها تعمل اصلا كونتراكشن وتزود شويه شويه هيزيد كنترول عليه فبتشرحها له مره واثنين وبيجربها مره واثنين لحد ما تظبط وتبقى في دماغه يظبط الريدنجز بتاعتها الكونتراكشن بتاعها تظهر عنده على الشاشه خلاص هيبدا يشوفك ويقول كده تمام مظبوط كرر نفس التمرين ده نفس اللي عملته ده هو ده اللي هتكرره وزود اكتر هتديك باك تو باك خلاص هتعمل ريبيتيشن للعيان هيبقى شايف قدام البار واللايت او الصوت ايا كان عمال يزيد مع زياده الكونتراكشن فده هيعمل له ريبيتيشن خلاص وتشتغل بالباك تو باك وكده عملت الاكسرسايز اللي انت عايزه طب الفرق بين الاثنين ايه؟ بين الكويك فليك والسلو كونتراكشن واحد بيشتغل بالريبيتيشن واحد بيشتغل بالتايم كويك فليك ده ريبيتيشن بتقول له تعمل كونتراكشن از ماتش از بوسيبل شيلها على قد ما تقدر واقوى حاجه تقدر تعملها خلاص 10 مرات مش هيحصل كونتراكشن ريلاكس كونتراكشن ريلاكس 10 عدات بعد كده يريح 10 ثواني ويكرر الموضوع تاني الموضوع بنعمله بدل المجموعه الواحده زي ما اتفقنا 10 ريبيتيشن ثلاث مجموعات خمس مرات في اليوم بعد كده بزود خمس عدات كل اسبوع لحد ما اوصل للمكسب بتاعي اللي هو 50 ريبيتيشن. خلاص؟ ده الكويك فليك. طب السلو كونتراكشن اتفقنا بيشتغل على عندي وبيشتغل على التايم وبيخليه يعمل كونتراكشن اطول فتره ممكنه. خلاص؟ بس انت طبعا ما بتبقاش مفتوح. انت بتحددها له وبتعمل بروجريشن في التايم بالتدريب. فبتقول له اول حاجه هتعد 10 ثواني. هتعمل كونتراكشن وتعمل بول خلاص 10 ثواني. خلاص انا بخلي العيان يعمل كونتراكشن ونعد 10 ثواني وبعد كده يعمل ريلاكسيشن 10 ثواني خلاص ثلاث مجموعات خمس مرات في اليوم بعد كده اعمل جرادويشن لما كان 10 ثواني اخليه 15 ثانيه اخليه 20 ثانيه 25 ثانيه انا عمال اطول اللايف بتاعه بدل ما اطول او ازود من الفيورز بتاعي المصري تمام ده بالنسبه لايه؟ للسلو كونتراكشن بتاع الريت فلو اكسرسايز. اخر حاجه معانا اللي هي بلدر تريننج. بلدر تريننج بتاعتنا تخلي العيان يبدا يتحكم في السترين بتاع اليورين نفسه. السترين بتاع الكوميونيكيشن انفورميشن. تخلي الكوميونيكيشن بتاعه يبدا يعمل ستوبنج للسترين اليورين سترين. في عندي ثلاثه ليفلز. بجانب الميد في الليل او في الايه؟ في الاخر خلاص الاسهل طبعا ببدا بالاسهل انا بسهل دايما بالايه؟ ببدا دايما بالايه؟ اخر ستريم اقول له اعمل حمام عادي خلاص قبل ما تخلص بشويه تحس ان انت خلاص قبل تخلص وقف الستريم بتاعه وقف اليوم يبدا يتحكم فيه كده انا شغلت نجم شغلت مع مين؟ بنت الفلور اصلا خلاص طبعا ده فورس محتاج فورس الريزستنس مين؟ الكونتراكشن بتاع اليسرى بتاع السور بتاع البلدر والويت او الفوليوم بتاع الفلويد او اليورين الموجود فيه فتقول ده لازم اليورس وعايز يخرج فانت بتقلب عشان تمنعه انت محتاج فورس عكس الويت ده او الفوليوم ده بتاع الفلويد والكونتراكشن الضغطه بتاعت البلدر نفسها اللي هي بتزق اليورين لبعض خلاص فدايما نبدا بالاخر عشان بيبقى كميه اليورين اللي موجودين حبه صغيرين والكونتراكشن بتاع البلدر بيبقى قليل او خلاص في الاخر فتبقى محتاج فرصه قليله عشان تعمل
كونتراكشن بتتحكم في اليورينيشن بتاع الاستروجين ويك، فعشان كده بيبدا بالان ستريم. طيب صعب اكتر نخش على الميد، كده انت البلازما نص نص، راس مليانه شويه نصها مليان، الكونتراكشن بتاعها شديد شويه، الفوليوم بتاع اليورين كتير، راس محتاج فرص اعلى، تعمل استلنسنج دي تعالي اكتر في البيجنين، هو يا دوب اذا كله اول ما تبدا تعمل يورينيشن تعمل ستوبين للستريم. خلاص كده لسه البدر اكستندد، خلاص كونتراكتد، البدر مليانه كل ده فوليوم يورين، كل ده عايز يخرج، والكونتراكشن بتحتاج فورس اعلى علشان تعمل ايه؟ كنترولينج ستوبين. خلاص ده اللي هو البدر تريننج. ده كده بالنسبه للبيت رول بتاعنا حالات الايه؟ البروستاتيك. اي سؤال فيهم؟ اي سؤال فيهم؟ اخر حاجه هو اخر حاجه بتاع اخر حاجه اللي فاتت مالكم في ايه؟ مش كان في اخر حاجه؟ اخر حاجه بتاع اخر حاجه خلاص كده إيه اخر حاجه في القصه دي مش اخر حاجه في المحاضره مش ركزوا بقى هو اخر سلايد معانا اللي احنا طولناه من شويه بتاع البروستاتايتس كلمنا خدنا في البروستاتيكتوم على طول زي ما اتفقنا خدنا الانديكيشن والتايب سيتويشن والكومبليكيشن بتاعتنا المفروض بتاعنا حاجه عندنا اللي هي البروستاتايتس سبايس ده انفلاميشن اكيد لينا رول في الانفلاميشن اكيد حالات الاكيوت انفلاميشن في البروستاتايتس وحالات الكرونيك بروستاتايتس اللي في الاول اول ما تبقى عليه كان خلاص سبيرمنت العيان هبدا اشتغل عليها بالسيسرام طبعا الانتي انفلاماتري عندنا مين؟ الليزر خلاص عندنا الالترا ساوند عندنا الشورت ويف خلاص البيت سامع الليزر ماشي خلاص كل دي حاجات دلوقتي ممكن اشتغل بيها السيرفو سيرابي اشتغل بيها كل دي دلوقتي ممكن اعمل بيها اقل ايه الانفلاميشن خلاص حسن السيركيليشن بتاعته ونزود الايه الانفلاميشن والسبستنس الرايحه والسبستنس الرايحه دي البروستاتيك جلاند ازود الاميون سيستم خلاص اكتيفيتي كل ده بيحصل له انهانسمنت هيبدا يقلل لي الانفلاميشن بتاعه. الالترا ساوند والليزر بيتعمل عن طريق ريكتال بروب خلاص اللي تاني السيرفو سيرابي على السيرفس عادي اللي تاني معانا هنا شورت ويف بيبقى واحد سوبرا بيوبيك واحد ساكرال الكروتس بتاعته. خلصنا.